بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي فصلوات ربي وسلامه عليه، والقائل أقربكم مني منزل يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المادة وفي هذا البرنامج. مادتنا هي مهارات التعلم والتفكير، مهارات التعلم والتفكير. في الحقيقة في المحاضرة الأولى سوف نتكلم عن نبذة، عن نتناقش معكم وهي آراء ونتقبل اقتراحاتكم، وإذا عندكم أي ملاحظة حول ما أقوله يا أخوات المادة مادة يا أخوان يا أخوات المادة مادتكم والدرجات درجاتكم، لكن أيضا حنا ملتزمين ببعض الأنظمة وبعض التعليمات ونستطيع نوفق بينكم وبين التعليمات أيضا، وعندي أنا بعض المقترحات سوف نتكلم عنها الآن ما يتعلق بنظرة شاملة لهذا المقرر. سوف يكون عندنا إن شاء الله أولا نعرفكم بنفسي، أخوكم الصغير الدكتور عبد الحميد النعيم. عبد الحميد النعيم، البعض يستغرب أقول أخوكم الصغير لكن من باب التلطف معكم والمداعبة. كنت أحد الأخوان ماسك منصب وكنت أبارك له، فقال لي صوتك مو بغريب من معي؟ قلت له يعني معليش اللي يلقى أحبابي ينسى أصحابه، وكنت يعني حاول تعرفني والله ما عرفتك. قلت له أخوك الصغير الدكتور عبد الحميد النعيم، قال لي أنت أخوي الصغير أنت جدي في الله. يعني بعض الناس خلك حذر معاهم لأنهم يعني إذا أنت تتلاعب بالألفاظ أو ما يقولون بالحسوية عياطرة في ناس أعير منك، يعني على الأقل كان قال لي أخوك الكبير، أنا قلت له أخوك الصغير، قال لي جدي في الله. سوف أعطيكم في الأخير إن شاء الله الإيميل ورقم التليفون ووسيلة الاتصال بي سواء إلكترونيا أو بالإيميل. المواضيع اللي تهمكم في الحقيقة ما يتعلق بالمقرر، دائما الطالب يهتم بالمنهج، يهتم بالدرجات، كيف توزيع الدرجات، كيف الاختبارات، المنهج هل هو كتب ولا كيف. يعني صراحة هذه مواضيع مهمة جايكم جيد نحن نتفق عليها من أول محاضرة. المشكلة أني ليس هناك لقاء يعني وجه في وجه معك، وبالتالي المحاضرة هذه رجاء احضروها، وفي أي ملاحظة ذكروها لنا في بالإيميل أساس نقدر يعني نوفق بين آراءكم بين الأنظمة المتبعة في التعليم بالانتساب. بالنسبة للمنهج يا أخوان، في الحقيقة حسب خبرتي في التدريس أنا مع زملائي وسواء الطلاب والطالبات سواء الانتظام أو بالانتساب، الحقيقة حسيت بارتياح بالطريقة اللي نستخدمها. الحقيقة أنا كتبت لكم بعض المراجع وبعض الكتب، لكن في الحقيقة أحس أن يعني تكليف الطالب بكتاب معين قد يكون الكتاب غير متوفر، خاصة مع العدد الهائل منكم طلاب وطالبات 2000 تقريبا قد لا يتوفر الكتاب. قد يكون الكتاب حقيقة لا يوجد كتاب واحد بغطي جميع المواضيع اللي يتوقع مهمة لهذا المقرر، وبالتالي يحتاج لكم أيضا كتاب ثاني، لأن بعض الكتب ما تغطي جميع المواضيع. أيضا بعض الكتب يصير يعني اللغة المتبعة في الكتابة شوي علمية كثيرة، ويكون صعب على بعض الطلاب فهمها وصعب عليهم أيضا استيعابها، منها عدم التوفر، منها قد لا يوجد كتاب يغطي أكثر من مقرر، وبالتالي يكون الطالب في حيرة يشتري كتابين ثلاثة على أساس مقرر. مشكلة الحقيقة، يعني سواء لو الطالب عنده 7 مواد 8 مواد وكل دكتور قال لك ثلاث كتب، 7 مواد في 3 كتب تقريبا 21 كتاب، صعب صراحة للطالب أتوقع يستطيع أن يقرأ ويستوعب ويحضر محاضرات و21 كتاب، يعني أتصور بأنها مرهقة. وبالتالي كنت أستخدم مع طلابي وطالباتي سواء في الانتساب أو الانتظام، المطلوب عليكم في الاختبار فقط ما يقال في المحاضرة، ما يقال في المحاضرة هو المطلوب في الاختبار. إذا أنتم ترون ذلك نتفق
ونمشي على ذلك. فكل محاضرة سوف أعطيكم ملخص لها أيضا مكتوب وتسمعونها سماعا، واللي يحب يكتب وراي أيضا وأثناء المحاضرة في البيت يكتب يلخص بأسلوبه الخاص يكون أفضل وأفضل. سمع المحاضرة وشاهدها وتفاعل معها بالكتابة فترسخ عنده أكثر، ترسخ عنده المعلومة أكثر. فيكون عندنا في كل محاضرة 3 ورقات 4 ورقات، عندنا 15 محاضرة رسمية بالإضافة للمحاضرة الأولى هذه، 15 محاضرة في 3 ورقات 4 ورقات، نخلص ب 50 ورقة 55 ورقة شاملة ووافية في اعتقادي. وليس هدف يا أخوان الكم، بعض الدكاترة بعض الأخوان يهتمون بكم العدد، كم عندك 200 ورقة؟ أكيد المدرب المعلم كويس أعطيت الطلاب 200 ورقة. لا يا أخوان، الكتب موجودة متوفرة والعلم بحر. أنا بعطيكم بعض المراجع اللي يساعدكم، اللي يحب يقرأ يحب يطلع يحب يزيد معلومات جيد، لكن مش إجباري عليكم تشترون هذه الكتب وهذه زي ما قلت لكم قد لا يتوفر الكتاب حقيقة، 2000 طالب وطالب يمكن الكتاب غير متوفر، وبالتالي حرام يكون بعض الطلاب حصل بعض ما حصل. فأحسن شيء المحاضرة، وأعطيكم كل محاضرة مطبوعة وموجودة في الموقع، تعمل برنت تعمل طباعة لهذه الورق لملخص المحاضرة لنفس اليوم، وبالتالي صار عندك تبع تسمع وأيضا تتابع بالأوراق. وإذا تحب تكتب وراي أيضا لا بأس. أتمنى ذلك إن شاء الله يكون مفيد لكم، أيضا يكون ملخص يعني الزبدة 50 ورقة 45 ورقة مشروحة وأيضا مسموعة تسمعونها. هذا اللي يميز التعليم الانتسابي يا أخوان، الانتظام لو فات المحاضرة خلاص فاتت المحاضرة، لكن أنتوا لا، المحاضرة مسجلة أحضرها مرة ومرتين وثلاث، ما فهمت أحضرها مرة ثانية أشوف يمكن فاتتني شيء. إذن أنتوا عندكم ميزة الحقيقة وجود المحاضرات في الموقع، في أي وقت تستطيع أن تحضرها، مغرب عشاء فجر حسب ارتياحك وحسب المزاج اللي عندك وحسب قدرتك على الاستيعاب في هالوقت. فرجاء يا أخوان اللي ما عنده انترنت بيحصل صعوبة جدا، يقول سهل أطبعها وخلاص أقرأ. القراءة من الأوراق صحيح أنها نفس المادة تقريبا، لكن يا أخوان بالحضور والحضور والاستماع للمحاضرة واستيعابها الصوت وصورة يا أخوان ترسخ المعلومة عندك مدة أطول. فرجاء يا أخوان كل واحد منكم ما عنده انترنت معناها عنده مشكلة في التعليم في الانتساب، لأن كلها لا تخش على الموقع وتحصل على المعلومة، ولا أتصور أن رسومة كبيرة يعني الآن الانترنت. ففعلا لابد يكون لك كمبيوتر، يكون لك طابعة، يكون عندك انترنت، جهز روحك أنها تأخذ شهادة بكالوريوس جيد يكون أنت مستعد له. وأنا صراحة لمست حماس كثير من الطلاب والطالبات للتعلم حقيقة يعني منقطع النظير، بعضهم يكتب وما شاء الله ويناقش ويعني فعلا تحس أنهم يبون يتعلمون. فرجاء كل واحد قبل يكون عنده انترنت، وكل ما كان الانترنت سريع يكون أفضل وأفضل عسى ما ينقطع عليك. لكن تقول والله أنا مدرب طالب الانتساب ولا عندي انترنت في البيت، صعب فعلا جدا. لا تلوم روح، لا تلوم الدكاترة، أو لا تلقي اللوم على بعضها إذا أخذ درجات ضعيفة، لأنك ما سمعت المحاضرات أساسا. في تعليمات معينة، طريقة الاختبار ضروري تكون عندك على الأقل تواصل مع الدكتور تسمع الكلام، غير سماع المحاضرة غير أنك تقرأها في ورق. لكن الورق هذا مساعد، أنا حضرت لكم مساعد. إذن تستطيع تلخص أيضا، إذا بتلخص وراي أثناء المحاضرة ما يحتاج حتى الأوراق، لكن أقول اللي يحب يستمع يركز عند الأوراق أيضا موجودة يطبعها عن طريق الطابعة. أتمنى الموضوع واضح بالنسبة للمنهج. إذا المنهج لا أفضل ولا أريد أن أكلف عليكم كتاب، نصير مثل الثانوية العامة كتاب تعال سمعه وانتهى الموضوع وخلصنا، لا يا أخوان ودنا نكون نتطور شوي. لكن إذا أنتم مصرين تريدون كتاب ما عندي مانع، لكن قلت لكم الكتب قد لا يتوفر، قد لا يوجد كتاب يغطي مواضيع اللي مقترحة اللي بقولها لكم الآن، وبالتالي بضطر بكلفكم كتاب ثاني أو كتاب ثالث. لماذا؟ خسركم ماليا، وأيضا بصير ضغط عليكم في القراءة. وقراءة الكتب يا أخوانا تلخيصي، أنا تلخيص عادي يعني بسط لكم، غير لما يكون كتاب يعني قد يكون أسلوبه صعب على بعض الأخوة، خاصة بعضكم كبار في السن، بعضكم يعني فروق فردية كبيرة متفاوتة بين المتقدمين للانتساب.
أتمنى يكون الفكرة واضحة بالنسبة للمنهج، وأنا أتقبل أي ملاحظة أو أي نقد بالإيميل، بالتليفون، المنتدى، استخدم المنتدى كثيرا تستفيدون من هذه الخدمة. نظام المحاضرات، أكيد أنكم بعضكم درس الفصل الماضي، عبارة محاضرة تسجل، زي ما قلت لكم أنا عندكم ميزة محاضرة مسجلة، كل أسبوع أسجل لكم محاضرة. فلا تحاول قدر المستطاع يا أخوة أنكم تتابعوا أول بأول. بعض الأخوة يظل شهرين ما سمع ولا محاضرة. طيب الآن فالشهرين هذا فيها 8 محاضرات، يعني تضطر تسمع 8 محاضرات وراء بعض في يوم واحد أو يومين، يصير ضغط عليك. إذا كان مادة واحدة في 8 محاضرات ما حضرتها ومادة ثانية 8 محاضرات، عندك حدود 50 محاضرة ما حضرتها لجميع المواد، هذه صعبة. فجيد يا أخوان أول بأول، يعني حدد لك وقت ساعة، ترى المحاضرة ساعة، لو حددت لك كل يوم ساعة للاستماع، ساعة لمحاضرة دكتور عبد الحميد، ساعة لمحاضرة دكتور فلان، ساعة كل يوم ساعة، فعندك 7 مواد، لو قسمتها على 7 أيام أصور ساعة ممكن الواحد يوفرها، المغرب، عشاء، قبل الفجر، قبل النوم، يوفر الساعة هذه، نقلل من ارتباطاتنا للاجتماعات واللعب والدواريات يعني نقلل. إذا كان عنده واحد يبقى يتعلم يخصص له وقت معين لاستماع المحاضرة. جاء أخوان لا تراكموا عليكم المحاضرات. فالبعض بعضهم يقول لي دكتور الآن المحاضرة الأخيرة ما شفتها، ما عندي وقت. ليش؟ لأنك أصلا ما شفت المحاضرة الأولى، فلو كنت تابع أول بأول يكون أفضل وأفضل. مثل ما قلت لكم عبارة عن نظام المحاضرات مسجلة، صوت وصورة. وجاءني كمان إذا كان في ملاحظة على الصورة على الصوت بلغونا أو بلغوا الأخوان عشان يقومون بالتحسين والتطوير. يا أخوان بدونكم ما نستطيع أن احنا نقيم أنفسنا. وزي ما قلت لكم المحاضرات وأيضا الملخصات بتكون موجودة مع كل ملاحظة في نفس الموقع، محتوى المقرر اضغط عليه وأطبع المحتوى، يكون عندك المحتوى. وكل محاضرة إن شاء الله يكون عندك 3 أوراق 4 ورقات ونجمعها نهاية الفصل، نخرج ب50 45 48 55 يعتمد على الوقت وعلى المحاضرات. بالنسبة للدرجات، مشكلة نظام انتساب ما عندنا، لا عندنا اختبارات فصلية ولا عندنا مناقشة ولا عندنا مشاركة ولا عندنا، يعني الحقيقة أتمنى أني أكون أساعدكم، يعني يعني فعلا يعني يعني ملزمين بالنظام هنا الآن أن يكون 100 درجة تكون للاختبار النهائي، 100 درجة للاختبار النهائي، لأنها صعب توزع والله للمشاركة. كيف ما في مشاركة؟ كيف تضبط المشاركة؟ اللي يدخل في المنتدى كيف تضبط اللي يدخل في المنتدى؟ اللي يرسل لك ايميل، طيب يرسل ايميل 2001 يرسل لي ايميل ورد عليهم ايضا، هذا في بعضهم ايضا ما عنده ايميل او كذا او هذا القبيل. فالحقيقه احس ان الاخوان يعني يفضلون في القائمين على هذه، وجزاهم الله خير على هذا النشاط وعلى هذا البرنامج، ان 100 درجه تكون الاختبار النهائي. الاختبار النهائي والاختبار يا اخوان ما قلت لكم لن يخرج عن المحاضره، يعني اللي يحضر معي مستحيل يجي سؤال برا المحاضرة. كيف إذا حضرها وقرأها ورتب وكتب وراي أصلا عنده ما عنده أي إشكال؟ أتمنى كلكم تأخذوا الممتاز يا أخوان، كلكم أتمنى، خاصة اللي بتابع معانا ما عنده محاضرة بتقال ويستمع لها ويكتب والأصل ما عنده إشكال بعدين. طيب طبيعة الاختبار، الاختبار اللي عندي موضوعي، 100 سؤال موضوعي، اختيار متعدد وصح خطأ، اختيار متعدد، أجيب لك والله جملة الإجابة الصحيحة 4 خيارات ألف باء جيم، اختر واحدة منها، معناها ما يحتاج أني أسترجع المعلومة وأعصر نفسي وأذكر وأعدد وأنسى شيء، لا، الإجابة أمامك فقط تتعرف على المعلومة. مثل واحد لك 4 صور أيهما لتعرفه يقول هذا، تتعرف، فالتعرف سهل، الإجابة موجودة أمام الورقة، الإجابة موجودة في الورقة في الأسئلة، فأنت فقط تتعرف على بناء على المحاضرات، بناء على فهمك للمحاضرات. أيضا في أسئلة أخرى صح خطأ، تقرأ العبارة والعبارة حسب المحاضرة حسب فهمي للمادة أن هذه العبارة خاطئة، تقول خطأ، يعني صح أو خطأ، ما في خيار آخر. إذا الاختبار إن شاء الله موضوع سهل ولن يخرج عن المحاضرات اللي نذكرها. الأخوان جزاهم الله خير مشكورين، سوف يحددون لنا لقاءات شهرية،
يعني قد يكون عندنا 4 لقاءات خلال الفصل الدراسي، كل شهر نلتقي مع بعض، نحدد وقت معين، ساعة للطلاب وساعة للطالبات، ونستقبل مكالماتهم وملاحظاتهم، وتكونون الأخوة والطلاب وكلام طلاب مع بعض، يكونون يعني قد يدخل 200-500 شخص في الموقع، وواحد يسأل تأتي حسب الترتيب، حسب ترتيب أو حسب استقبال المكالمة، والكل يسمع النقاش، واحد يتكلم وأنا أرد عليه والكل يسمع هذا النقاش. فالحقيقة كان لقاء مثمر في العام في الفصل الماضي، وتصور الإخوان جاهزين لها، جزاهم الله خير، جهود مباركة وجهد مميز في الحقيقة، أن يكون هناك أيضا لقاءات شهرية، يكون 4 لقاءات خلال الفصل نلتقي بكم، في سوف يحددون المواعيد في المستقبل إن شاء الله تعالى. فرجاء أيضا أخذوا المواعيد وادخلوا معنا ونستمع لأراءكم ونشوف ملاحظاتكم، وأيضا يا أخوان يعني أنتم المرآة لنا، فأي شيء يا أخوان ملاحظة سواء سلبية أو إيجابية أو كذا، إحنا نريد أن نطور أنفسنا، ما نطور أنفسنا إلا بالنقد الهادف يا أخوان، بالنقد الهادف. هذا الحقيقة ما يتعلق بالمنهج طريق والدرجات. إذا كان في شيء آخر حقيقة أنا حسب خبرتي هذا اللي دائما يسألون الطلاب عنه في هذا الموضوع. مادتنا اسمها مهارات التعلم والتفكير، وبالتالي سوف نأخذ إن شاء الله بعض المهارات المتعلقة بالتعلم، بعض المهارات المتعلقة بالتفكير أيضا. المحاضرة القادمة الحقيقة مهارات التعلم، فلابد نعرف ما هو التعلم، مصطلح هكذا نأخذ بس نخرج من المادة ولا نعرف ما هو مش معنى التعلم. سوف المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن تعريف للتعلم، وما هي العوامل المؤثرة في هذا التعلم، وهل هناك نظريات لهذا التعلم، يعني البعض له آراء معينة خرجوا بنظريات معينة، اختلاف في الآراء، بعضهم يقول والله التعلم عن طريق المحاولة والخطأ، هذا قال لا التعلم عن طريق البناء، هناك نظرية أخرى تقول التعلم عن طريق التعلم الشرطي الإجرائي، ناس قالوا التعلم الكلاسيكي، ناس قالوا التعلم عن طريق التفاعل الاجتماعي. إذن هناك وجهة نظر حول التعلم وكيف يتعلم الإنسان، وما هي العوامل المؤثرة في هذا التعلم. سوف الحقيقة نشبع هذا الموضوع أساس ندخل للمهارات، لابد نعرف ما هو الموضوع اللي نتكلم عنه. ثم بعد ذلك نحاول أعطيكم قدر المستطاع نبذة عن التعلم عن بعد، اللي احنا التعلم بالانتساب الآن، نأخذ نبذة عن التعلم عن بعد، ما هو مميزاته سلبياته، لماذا، ما هو الداعي نحن فتحنا برنامج الانتساب، ليش جيد أن نقل أعطيكم نبذة موضوع عن التعلم، فهذا نوع من أنواع التعلم أو أنواع التعليم، فجيد أعطيكم فكرة عنه إن شاء الله في بعض المحاضرات. ثم نبدأ بمهارات التعلم. ومهارات التعلم يا أخوان يعني في اعتقادي التعلم، لو قرأنا كتاب الله أول آية في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قراءة وكتابة، اقرأ وبعدين قال علم بالقلم إشارة إلى الكتابة. فسوف نأخذ مهارة القراءة، أنواع القراءة السريعة، يعني هناك أنواع للقراءة أيضا، القراءة مهارة من المهارات، يعني إخوان بعض الناس صدق يقرأ ويفهم لكن يعني يجلس في الورقة الواحدة تقريبا ساعة أساس يفهمها، هذه صدق فهمها لكن نريد أن نعطيه مهارة يستطيع يقرأ الورقة خلال 10 دقائق، يقل الوقت وسرعة وفي استيعاب، هذا المهارات القراءة. سوف نتطرق عن مهارات القراءة، تعريفها، بماذا تأثر القراءة، أنواع القراءة، نصائح لتحسين مهارة القراءة. ثم نتكلم عن مهارات الكتابة أيضا، مهارة الكتابة أيضا، عندنا كتابة بالإضافة للقراءة، عندنا شيء اسمه الكتابة. سوف نتطرق كيف أكتب مقال، كيف أكتب ملخص،
لو طلب مني ألخص موضوع معين، كيف ألخص هذا الموضوع؟ هناك مهارة تعلق بها، نعم. كيف أكتب مقال؟ هناك مهارة في كتابة المقال. كيف أدون الملاحظات مع الدكتور أثناء الشرح؟ أيضا هذه مهارة تعلق مهارة الكتابة. أيضا أنا بسوي بحث، طلب مني بحث من أحد الدكاترة أو تقرير يحتاج أن أكتب مراجع، كيف أكتب هذه المراجع؟ كيف أوثق أدواتي؟ كيف أوثق كلامي؟ أنا بكتب تقرير من 20-30 ورقة ونقلت من فلان ونقلت من فلان، وقال الدكتور عبد الحميد وقال الدكتور فلان وقال فلان، وجبت معلومات وجبت من مراجع كثيرة. كيف أوثق هذا البيان؟ لو حب واحد قرأ مقالي وحب أنه يرجع، كيف يعرف؟ كيف يرجع للكتاب الأصلي اللي نقل منه؟ وبالتالي سمى هذه تدوين أو كتابة المراجع، كتابة المراجع أو تدوين المراجع. المراجع سواء في داخل النص وانت تكتب، أو في قائمة المراجع النهائية في آخر التقرير تكون قائمة المراجع تتناسب مع المراجع اللي داخل النص. هذه مهارة إن شاء الله سوف نتناقش فيها وسوف نعطيكم نبذة عنها وتخرجون بفائدة حول هذا الموضوع. وهذا مهم جدا يا إخوان، لأن الأمانة العلمية لما تكتب عن شخص لابد تنسب الكلام إليه، لابد تشير إليه، ما يصير سرقة تأخذ أفكاري وتأخذ كلامي وتقول هذا كلام، وين يصير الكلام هذا؟ علميا أخذت من فلان، والله الكلام هذا لقيته من فلان. أول شيء تبرر نفسك، لو في خطأ والله أنا مو كاتبه، اللي كاتبه فلان، وتبون ترجعون له، هذا مرجع، روحوا شوفوه نفس الكلام. إذا هذا لك أنت، وأيضا باب الأمانة العلمية. ثم نخش في موضوع التفكير. خلصنا تقريبا موضوع التعلم، القراءة والكتابة، وأخذ نبدا عن التعلم عن بعد. التفكير أخذ تعريفه، أنواع التفكير. نأخذ التفكير الابتكاري كمهارة المهارات، أيضا نأخذ مهارات التفكير العليا. إذا التفكير سوف نتعلق بالتعريف أنواعه، ثم نتكلم عن مهارة التعليم الابتكاري الإبداعي، ثم نتكلم عن مهارات التفكير العليا، ثم نأخذ أيضا إن شاء الله مهارة أسلوب حل المشكلات كنوع من التفكير. أيضا مهارة كيف أحل مشكلتي؟ لو عندي مشكلة في البيت، عندي مشكلة في الدراسة، عندي مشكلة مع أولادي، عندي مشكلة ما هي الطريقة؟ كيف أسلوب أو مهارة أسلوب حل المشكلات؟ ثم نأخذ نبذة أيضا مهارة المتعلم الجيد. أنت متعلم جيد، شو الصفات اللي تتعلق بالمتعلم الجيد؟ أيضا هناك طرق في التعلم، طريقة الاستقرائية وطريقة الاستنتاجية في التعلم. نبذة عن، بما أن التعلم يحتاج تتواصل مع الآخرين، نعطيك نبذة عن مهارة التواصل والحوار مع الآخرين. يعني إخوان ما نغفل من التعلم الاجتماعي، ممكن يتعلم من الآخرين، ضروري يا إخوان يكون هناك تواصل بين. كيف أتعلم أنا؟ إذا ما أستطيع أن أعيش بدون التفاعل مع الآخرين. وبالتالي سوف نعطيك مهارة، نبذة بسيطة عن مهارة التواصل والحوار، كيف تتواصل مع الآخرين، كيف تتحاور معهم. هذه بالحقيقة نبذة عن المقرر. أتمنى أن أكون وفقت في اختيار المواضيع ذات العلاقة والمواضيع التي تهمكم ما يتعلق بهذا المقرر. تركت لكم بعض المراجع يا إخوان، تركت لكم في مراجع تتعلق بالمقرر، اللي يحب يرجع لها، يحب تكون في البيت عنده، يحب يتصفحها، يحب يزود. لكن يا إخوان ما قلت لكم، ليست مطلوبة عليكم في الاختبار. هذه المراجع ليست مطلوبة عليكم في الاختبار. يعني أعرف بعضها قد يكون غير متوفر بسبب كثرة عدد الطلاب والطالبات. أيضا اللي يحب يستزيد، أنا تركت لكم المجال. اللي عنده قد تكون بعض الكتب يحب يستزيد منها، جيد يكون يحب يحضر المحاضرة، يحب يطلع بعض الكتب، هذا لا بأس بها. تركت لكم التليفون الداخلي عندي في الجامعة 585-0 والتحويلة 1505 مذكورة أيضا في الأسفل. أيضا الإيميل يمكن موجودة عندكم، أيضا بتكون في الموقع وموجودة في المواضيع. فأنا كاتب عليها المواضيع المقترحة لمادة مهارات التعلم والتفكير،
فهذه يا أخوان معناها مقترحة، معناها قابلة للنقاش. فإذا أحد منكم عند رأي معين، عند اقتراح معين، دكتور لو حبينا ندرس الموضوع الفلاني، لو حبينا دكتور يعني تضيف لنا الموضوع الفلاني يهمنا في حياتنا العامة، أنتوا يا أخوان أنتوا يعني أنتوا أصحاب الشأن يا أخوان. المادة مادتكم مثل ما قلت لكم، منهج منهجكم، والدرجات درجاتكم، أنا فقط مساعد يا أخوان، أنا فقط يعني أقدم خدمة لكم. فأتمنى أن نكون يعني فريق متكامل، ونسعى في نجاح هذا البرنامج الجيد الذي اتخذته الجامعة مشكورا. اسمحوا لي إذا كنت أضغط عليكم، نبدأ إن شاء الله المحاضرة القادمة في موضوع التعلم وتعريفه والعوامل المؤثرة به. أودعكم مثل ما بدأت، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص يا أسامة؟ نص ساعة.